كده على طول. ماشي، عايز تصريحات اكسكلوسيف يا ابني الحاجات دي؟ والله ده الكلام ده بيدفع فلوس عشان دي اسئله عيب دي، ده الليفل بتاعنا. قلت لك قلقان والله. ماشي، خش بقى على ليفل 2. خش يا باشا بنوستر بقى. لا دايما ليفل 2 مش عارف ليه ده. كده على طول. ماشي، عمرك قلت لواحده بحبك ورفضتك؟ اكشولي حصل طبعا اكيد. اول ديبريشن كده بيحصل في حياه البني ادم طبيعي. خلينا اخوات، خلينا اصحاب، خلينا كده يعني. بس ازاي يا اخويا؟ لا قلبي اصحابي. لا لسه لو اكتئبت لا انا اكشولي ما عنديش حته الاكتئاب دي خالص يعني. انا دايما حته النفسيه دي اي بور اسايد من زمان من زمان. مفيش حاجه، ما فيش حاجه اسمها اصل انا نفسيتي تعبانه، اصل انا محبط، اصل يا عم لا. انت مش عايز تو فايت، انت عايز تو جيف ان، تستسلم للي انت فيه. اقعد على جنبه وما توجعناش، ده بقى ما تحبطناش احنا يعني. بس لا دايما انا ما عنديش حته دي، ان مفيش حاجه اسمها نفسيتي. انت مش عايز تعمل، قول مش هعمل. مش عايز مش عايز متضايق، قول انا متضايق خلاص، انا هظبط الدنيا ازاي، انا غلطان، انا هعمل ده صح. انما انا بقى محبط فانا عايز اقعد كده عشان نفسيتي تعبانه، ده ضعف. انا اي هيت ويكنس. انيويز يا كانت طبعا انت عايز تعرف تفاصيل بس انا عايز تصريحات اكسكلوسيف يا ابني الحاجات دي والله ده الكلام ده بيدفع فلوس عشان ماشي. كانت في المدرسه، احنا كان ميكس سكول، فا اكش طبعا انت عارف اللي هي يونج ايج كده، ف كانت معايا في فصل اكشلي without saying names طبعا، دلوقتي ما اعرفش هي فين ولا بتعمل ايه اساسا. ف ما فيش صاحبتها قلت لها كذا كذا، فقالت لها فقالت لي لا خلينا فريندز احسن. بس من ساعتها انا اي بوت داون بقى كل حاجه خالص يعني، خلاص هو واضح ان الموضوع غلط اصلا من اوله وخلاص. ذاتس ات اليرجو. ايه يا ابني الاسئله دي يا ابني؟ يا ابني عيب كده يا ابني. ماشي، الاسئله عيب دي، ده الليفل بتاعنا. قلت لك قلقان والله. ماشي، السنجله احلى ولا الابوه؟ وانت سنجل السنجله احلى، وانت اب الابوه احلى. وطول ما انت سنجل هتقول لا عادي الابوه دي مش اشكال، طول ما انت اب تقول ايه ده، ازاي ما كنتش انا قادر ابقى اب من بدري شويه؟ ليه؟ كل حاجه وكل مرحله ليها فيلينجز بتاعتها. انجوي ات، شوف الكلمه دي، انجوي ات وايل يو كان. استمتع، استمتع طبعا بالقيود بتاعتك، استمتع وانبسط. في حاجه عايز اقولها بعد اذنك على الشغل، على الطلبه ولادي، انت لو حاطط في دماغك ان الكتاب ده انا همتحن فيه هيبقى لود عليك، انما لو حطيت في دماغك ان الكتاب ده هيزود لي معرفتي في النقطه دي هيخلي مخي شغال، هتنبسط بيه، هتذاكره حلو وهتبدع فيه، لان انت اوريدي حضرتك بتمسك اللعبه بتجيب اخرها، يبقى انت تمسك الكتاب تجيب اخره عادي. بس انت مش حاطط في دماغك ان دي ماتيريال تخليك تستمتع، حاطط ان ده لود عليك. فلو عكست الكلام، خد بالك هو كله انت بتكلم نفسك ازاي، فلو عكست الكلام هتنبسط. عشان كده انا ولادي، انتوا شباب خلاص، انت بتفوق في اولى تانية ثانوي، فبتلاقي الرجاله ابتدوا يختلفوا تماما. انت خلاص ما فيش بقى لا اقعد اضايق المدرس ولا اقعد اعمل كذا، انت مركز بقى وخلاص. الكتب دي ده مستقبلي، ده اكل عيشي، ده مستواي الاجتماعي، ده انا هبقى ايه. فبتبقى خلاص اتغيرت، ده الرجوله بقى. تمام، البنات بيبقوا من بدري كده لان هي البنت قاعده بتعملش حاجه غير ان هي قاعده بتشتغل. فطبعا في اكسبشنز كتيره للقاعده يعني، انا بكلمك في جنرال خلاص. فدي البوينت مهمه جدا. فلو غيرت المينتاليتي بتاعتك وخدت ان فعلا انا تمسك كتاب بازلز تخلصه، طب ما تعمل الماث كده يعني، ايه المشكله؟ الانجليش تقعد تقرا كده، هو في حاجه كانك بتقرا نوفل خلاص، قصه جايبها من فاهمني من المكتبه وعمال تقرا خلاص. ففي حاجات حلوه جدا 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 يشودي يعني. فالابوه غيرت في البني ادم كتير، والابوه احلى حاجه في الدنيا ان انت تشوف شخص بتحقق فيه اللي انت مش كنتش قادر تعمله، وبتشوف شخص بيكبر قدامك طول ما انت شايفه كبير عينك شايفاه صغير. لا لا فيلينجز تانية. انا لما كانت بتتقال لي ما كنتش بحسها طبعا لان انا كنت سن، فعشان كده قلت لك savor every moment، استمتع بيها قوي. طيب يا ابني انا قلقان خلاص كفايه. ماشي، ده انت دخلت جوه قوي. ايه ده؟ ماشي، ليه كنت بتضرب العيال في الاوضه وانت صغير؟ انا عارف مين اللي سال السؤال ده تقريبا. هي مش اوضه وانت صغير، قصدك في الايرلي دايز بتاعتي. هو انا بصراحه في الايرلي دايز كنت فعلا از تيتشر
كان في عندي بارت كده ان انا ممكن اعاقب بالضرب which is يعني ان اكسبتبل. انا بكلمك من 25 سنه يعني مسافه كبيره قوي يعني. استطيع فيرب مدرب مجروب استطيع ايه يا اخويا؟ فيرب فيرب الفعل مع فيرب يا اولاد. فطبعا انا عايز اقول لك ان الموضوع اختلف خالص بعد مواقف كتير، واختلف اكتر بعد ما انت ابتديت تفهم نفسيه الطالب قوي، ان الولد ده مهما حاجه عملها اتس نوت هيز فولت. لو بصيت ورا الطالب بيعمل كده ليه مش هتتعصب. عشان كده كتير جدا يقولوا لي مثلا التغريبه قوي، انت تقعد تزعق بعدين تتكلم عادي. يقول لهم انا مش بزعق زعلان، انا بزعق عشان انضباط، انما انا في العادي جوه انا هادي، انت مالكش دعوه، انت ابني حبيبي، باباك جايبك هنا، مامتك جايبك تشتغل. دي النقطه. فانا كنت بضربهم بس او والله العظيم لمصلحتهم هم عارفين. يعني عايز اقول لك ان معظم الولاد بيقول لك لا انا مستر محمد سمير براحته. الشباب طبعا في الفتره دي اتقالت في وشي، ففي مستر ضرب لا ما تضربنيش، بس يقول له طب محمد سمير بيضربك، قال له ما هو براحته وضربني براحته انا قابلها منه. هو هي النقطه بقى ان هو حاسس من جواه ان انت من جواك بتعمل كده فور هيز اون بنفيت، فبقيت انت باب، بقيت انت زي ضربه الاب، ما تزعلش تعلم. دي نقطه تمام. طبعا وانا اجينست بقى دلوقتي خلاص الموضوع غلط بصراحه عشان ما اكذبش عليك، هو الموضوع مش صح، بس ان انت تقدر تعملها باساليب تانية كتير بقى اللي احنا ستارتد ديفلوب دلوقتي. بس ده كل الموضوع، فكله للمصلحه وكله لاولادنا. ولادنا يا جماعه انتوا ولادنا والله، ربنا يخليكم لينا. انا طولت شويه طولت شويه ماشي. طيب نشوف بقى اللي بعده. ليه ما كنتش بتحب الشرطات؟ لا هو انا ستيل ما بحبهاش يعني. ده احنا اتفقنا ان انا بكلمكم كاولادي. انا دايما على فكره انا بقولها ان كلاس، انت انا مش جاي لابس شورت خلاص علشان انت تلبس شورت قدامي. كل مكان وليه لبسه، كل مكان وليه طريقه كلامه. يعني انت وسط اصحابك بتتكلم مع اصحابك، انا مش هقدر اتكلم اقول لك انت بتقول ايه، والبنات نفس الكلام في وسط صاحباتها بتقول ايه، مش هقدر. دي حاجه بينكم وبين بعض، وما تقدرش تتكلم الكلام ده قدام بابا، وما تقدرش تقول الكلام ده في قعده او في محاضره او في او في او في صح. يبقى كل مكان ليه طريقه كلامه، ليه طريقه لبسه، ليه طريقه قعدته، كل حاجه طبيعي. انت رايح درس لابس سليبر، لابس كروكس عشان حاجه مريحه خلاص، اكشلي مش صح. لو تاخد بالك زمان لو تتفرج على افلام الابيض واسود، الشباب كانوا بيروحوا المدارس لابسين طربوش، ده قمه الاليجنس فاهم، طربوش كرافات كرافات تمام، وفول يونيفورم. حته اليونيفورم معموله علشان ما حدش يبقى الليفر بتاعه اعلى من حد، عشان تبقوا كلكم ايكوال. خد بالك من النقطه دي مهمه، عشان برضو بيسال انا لابس اليونيفورم ليه. اليونيفورم ده يونيفايد فورم للبيبل، ده ليه سبب. فدي النقطة. افرض حد معهوش ان هو يجيب لبس كل يوم زيك، فهو وان يونيفورم وخلاص، اما يكون نضيف وريحته حلوه خلاص دي اهم حاجه. فإت دازنت ماتر. فدي النقطة. فانت مش بقولك تيجي بيونيفورم، بس كل مكان ليه. انت ده مكان علم، مكان دراسة، لو انت مش مؤهل ليه نفسيا، هيئة تمام، شغل، يبقى انت جاي تلعب وده مش صح. احنا تيجي احنا نلعبك، انما تيجي تمام صح كده. بس على فكرة انا بره بلبس شورت عادي جدا بس في مكانها صح كده. فانا انت هعودك على دي ازاي غير ان انا اقول لك لا صح ولا غلط؟ بس طب والبناطيل مقطعه برضه؟ البناطيل مقطعه. انا لما بلبس بنطلونات مقطعه ستيل، بس انا يعني طبعا مش بالطريقه اللي انتوا بتلبسوها بصراحه يعني. في بص الحاجه طول ما هي ايه الاوفر دي، لا دي اوفر مش بتاعتنا اصلا خالص يعني تمام. فخلي دايما كل حاجه تبقى في الليميت اللي هو الايه المسموح اللي انت شايف ان دي ديسنت. ايه قصه اسم مور ان انجلش؟ اكشلي هي مور، بعدين عشان بقيت تيتشر في انجلش بقيت ان انجلش. دي اصحابي كانوا بيقولوها لي مور، كان زمان كلمه مور يعني كانت براند نيم لحاجه محدده تمام، عشان ما نقولش براندز كده، براند نيم لحاجه محدده. فهم يعني انا كنت بحبها قوي فراح تمام خلاص هي مور مور مور، فمحمد مور فبقت مور وانتشرت كده بقت مور. ان انجلش بقى علشان ده طبعا اقول انجلش اكاديمي مور ان انجلش. طب ايه؟ طب محمد سمير فور انجلش كورسز، قلت مور ان انجلش خلاص. ذاتس ات. هتجيب مين لو في خناقه؟ لو في خناقه هجيب مين معايا يعني اتخانق؟ يعني حد واثق فيه؟ لا في حد واثق فيه غير اجيبه في خناقه. اجيبه في خناقه انا هتكلم بقى في حد جبار يعني. انا خناقه يلا يابا. اكشن انا ما اتخانقتش كتير في حياتي، الخناقات دايما من زمان منتهي عندي يعني. ان الخناقه شويه لما بتوصل اسكليشن ده ضعف ذكاء، ضعف ذكاء مش غباء، ضعف ذكاء.
يعني ان انت يكون انت هاندل وكنترول اللي قدامك، وان انت تقدر تكنترول اللي قدامك حتى لو هو حد من اللي بيقعدوا انت الاشكال اللي بتشوفها. يعني في ناس كده بتبقى بايعه الدنيا خالص، اللي هو بيبقى ماسك حاجات في ايده ومش عارف ايه وايه، والناس الغريبه دي مسجلين الكلام ده. تخيل الراجل ده انت بذكائك تقدر تسيطر عليه توتالي توتالي وتعمل اللي انت عايزه، والله العظيم. فيعني been through a lot وانا seen a lot في حياتي طبعا زي سنين كتير. فعايز اقول لك مفيش ولا position تتحط فيه الا لما يكون انت to can dominate and control، ولو غلطان تقبل باللي عليك حتى لو ايه، لان ده جزاء غلطك. فمش هتخش تتخانق وانت اصلا غلطان، اتليست ربنا مش هيبقى معاك خلاص انك ظالم. فلما تغلط في حاجه accept the consequences بتاعتها مهما كانت وانت ساكت، مش هيحصل خناق. اوكي، موقف محرج اتعرضت له. احنا بنتعرض لمواقف محرجه كتير 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 يعني، بس يعني المواقف المحرجه مفيش حاجه في دماغي دلوقتي قوي. بس اقدر اقول لك مثلا موقف محرج، تدخل على شباب تشرح، خلاص مقتنع تماما ان هم مثلا الشباب فاهمه، فعمال تشرح 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 بدون ايوه مش لازم نعمله كلنا كتير لا بس محرج لدرجه انك تخلص الدرس خالص وبعدين تروح سائل. تمام، انت في الصحراء. طب يا جماعه نعيد الساعتين تاني. خلاص موقف صعب جدا، موقف محرج جدا جدا جدا. هو طبعا الفهم من عند ربنا والكلام بيجي على لسانك من عند ربنا ستيل، بس برضو موقف محرج ان انت يعني انت ما عرفتش توصل لهم وهم ما عرفوش يوصلوا لك. اتضح في الاخر اصلا ان طلبه انا شارح على اساس قديم، اتضح ان هم اساسا حبايبي ما شاء الله يعني، كانوا جايين ياخدوا حاجه تانية خالص، فالموضوع طبيعي. كانوا في ماده تانية وما قالوش. ايه ده، هو هم كانوا مدرسه تانية وانا بشرح ليفل بدرس وبدرس نوب، فعمال اشرح النوبل بقى على اساس ان هم دي النوبل بتاعتهم، ما اعرفهمش مش ولادنا يعني، مدرسه تانية فاهم. فكان هو جاي ياخد انجلش مدرسه، ايوه فهو انجلش عايز اقول مثلا عايز المدرسه بتاعته، فعمال اشرح اشرح يا دول. قلت لهم حاجه تانيه خلاص، مدرسه تانيه. طب احنا اسفين يا اولاد، والله استمتعت بيكم الساعتين دول. انت عارف الهاي ليفل بيختلف من مدرسه للتانيه، فذاتس ات يعني. كان موقف ايه؟ احرجت انت صح؟ لا بس كانوا لزاز يعني، قالوا لي لا فعلا حلوه بس عايزين نكملها معاك وبتاع ده. لا لا لا, لا. بعدين روح شوف مصلحتك الاول. اوكي، ازاي الواحد يطور نفسه في الانجليش؟ الانجليش زي اي لغه غير اي ماده، انت ما تقارنش انجليش بمواد، ودي مشكله في البيرنت ومشكله في الطالب. انت الحاجه اللي هتكمل معاك من المواد مش كتير، بس منهم الانجليش هتكمل معاك، لان الانجليش دي لغه 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 سكيل، عايزه 5 سكيلز، حاجة كبير جدا، تقرا وتكتب وتفهم وتشتغل وتحل وتتكلم، فيلم كبير. فانت عشان اللغه دي لازم تبقى في يومك فتره طويله. انت لو سافرت بره هتعرف من غير ما تقرا وتكتب وتعمل اي حاجه هتتكلم اللغه، صح؟ علشان تكتبها هتاخد وقت اطول، صح؟ علشان تعرف تكتبها وتستخدمها صح وتتكلم بالظبط بالتفاصيل هتاخد وقت اطول واطول زي العربي. فانت اعتبر نفسك ان انت مولود دلوقتي وبتتعلم لغه جديده، طبيعي لازم تاخد اللغه دي هي بستبس، زي بيبي ستبس، زي ما اتعلمت العربي تا تا با با تا، صح بالظبط. فاطلع بيها بالراحه. لازم تزود نسبه الانجليش في يومك كتير، سواء كانت كتابه سماع تمام او تحدث، وتقرا كتير. فلما تدخل انجليش كتير مخك اوكي اللي النيرفز بتاعتك هتبتدي تعمل كونكشن بين السنتنسز، كونكشن بين ووردز، تكتب كتير هتلاقي الكونكشنز دي ابتدت تظهر اكتر واسرع، الانجليش بتاعك هيتطور. ذاتس ات. منين السورسز؟ ايه مليون سورس، الانترنت، كورسز اونلاين، كورسز عاديه، في الكورس بتاعك في المدرسه ده اصلا كورس حضرتك استخدمه از كورس ان انت تستمتع. عشان كده ده اللي يرجع بينا للنقطه اللي قلت لك، انت لازم تستمتع بالحاجه اللي انت بتعملها لان دي هتفيدك، رايت ذاتس ات. انت بتروح تدفع فلوس للكورس بره، طب ما انت في كورس في المدرسه اوريدي شغال، استمتع منه، خد الاوتموست بنفيت بتاعته بس. This is how to develop yourself in English، ان انت to devote good deal of time for English. كلمة أخيرة لطلاب الثانوية العامة، حبايبي الثانوية العامة أنت سمعته كتير وهتسمعه كتير، بس ثانوية كلمتين أبرك من 10 زي ما بيقولوا كده البلدي، كلمتين أبرك من 10. حضرتك أوعى تقعد تفكر في الامتحان، أوعى تقعد تفكر في نتيجة الامتحان، فاهم قصدي؟ أوعى تقعد تفكر في هدخل كلية إيه، ده مش صح.
هدخل كليه ايه، فانت تحدد انت تخش علمي ولا ادبي، دي ماشي. فخلاص انا اخش الكليه من الكليات العلميه، خلاص انت تجيب اخرك كطالب في كل ماده بس. فما فكرش، انت تفكر التارجت بتاعتك، لازم يبقى عندك هدف، بس التارجت بتاعتك الدرجه المجموع الكبير، وتعمل اوصل له ازاي. الليفل اللي بعديها خلينا لما نقف في الموضوع ده. ليه؟ علشان انت اللي تختار الكليه مش الكليه اللي تختارك. حاضر، رجل عليك. تختار الكليه بس خلاص. فانت تبص على الايه، التارجت الاول الدرجه، بعدين الكليه تعمل لها. عشان دايما الانسان بيجي عنده اساليب دفاعيه كتير، فالاساليب الدفاعيه بتاعتك دايما 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 ان انت بتريح نفسك، ان مخك بيعمل طبعا كل الكاموفلاج والديسبشن الطبيعي، فبتغير تمام تفكيرك لافلام تانية خالص، وده مش صح. تمام كده؟ مفيش خوف في ثانويه عامه، مفيش خوف في ثانويه عامه، الخوف بينتج من التقصير. فما تقصرش، مش هتخاف، عامل اللي عليك هتبقى مرتاح. صح؟ وبس كده. مبسوط ان انا كنت معاكم حبايبي والله، شكرا للمقابله الجميله دهيت. تمام، ربنا يوفقك يا رب، اشوفكم على الف خير. باي باي. طبعا يلا بينا. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، وقول لنا في الكومنتس حابب نجيب مين الفيديو اللي جاي. وشكرا.